فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف التوفيق بين ما ورد في حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبين أنه لا يجوز دعاء الصفة كقولهم يا كلمة الله ارحميني؟ العياذ غير الدعاء، العياذ غير الدعاء. أعوذ بالله وبأسمائه وصفاته، لأن صفات الله ليست غير الله عز وجل، ليست غير الله، تابعة للذات. فإذا استعذت بصفته فقد استعذت بالله عز وجل. نعم، الدعاء اللي يقول يا وجه الله مثلا، هذا هو الدعاء. ما كان فيه يا النداء ظاهرة أو مقدرة، هذا هو النداء والدعاء. نعم.